بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، والحمد لله الذي أحيانا ليوم جديد. في مقطع عملوه أخوان يقولون إذا عبيت البنزين بسرعة كذا يصرف عليك أكثر، وإذا تعبي شوي شوي المصروف أقل. أنا اليوم بسوي تجربة دقيقة شوي عشان الشباب ما كانوا دقيقين، وخلوا نشوف وش تصير النتيجة. خلوكم معاي بسم الله. شو الحين قاعدين نعبيه، خلي كله فل. لما فل هذا بسرعة، هذا بسرعة أي آخر شيء، هذا لما آخر شيء الحين نعبيه بسرعة زي ما تشوفون. بس خلي أشوف العداد بصور له، يلا عبي فل هذا. الحين قاعدين نعبي شوي شوي حتى أقل من رقم واحد، أقل من رقم واحد بس على خفيف. يلا ما بيعطلكم، ومن نفس الماكينة عشان ما تقولون والله يمكن ماكينة تختلف، لا من نفس الماكينة. وهذه محطة أنا أثق فيها، يعني عبي منها أكثر من 15 سنة. النتيجة كل 16 لتر تفرق لتر، إذا عبيت بسرعة يصير 17 لتر يحسب عليك. يعني إذا سيارتك فاضية وبتعبيها 80 لتراً 80 لتر، معناته بيفرق عليك 5 لتر، إذا تعبي بسرعة تروح عليك 5 لتر. الآن هل تجربتي صحيحة وأكيدة؟ لا 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 أعلم، يبيلها وزارة التجارة. في غيري قبلي سووا هالتجربة، أنا الآن سويت هالتجربة، وزارة التجارة دوركم طمنونا يا جماعة هل هذا صحيح. أو إضافة جديدة، الموظفين اللي بالمحطات هم بعد يقولون عبي شوي شوي عشان ما فيصير فلوس واجد، عمال المحطة. فيا وزارة أكدوا لنا وريحونا. أتمنى أني أفدت، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أخوكم عبد الرحمن العجيمي، السعودية وللعالم العربي.